a medulloblastoma, a smooth, well-defined, well-corticated margin. Next slide. Adjacent teeth are often displaced and resorbed. إذا لاحظ هنا البيكتشر مال المونيكو شوف اللور 6 هنا صاير بي ريزوبشن بالروت اوف ذا تيث هنا اللور 6 واللور 7 اثنيناتهم صاير بيها ريزوبشن ان ذا روت اوف ذا تيث نكست السيرفي كارسي عالي بيها ترجع مرت اللور بعد انه هذه التريتمنت مالتها اجريسف تريتمنت يعني هي صح بنزل ما يعالجوها الا بالريسبشن لازم يشيلون سيف مارجن يعني اذا صارت بالماندبل بالبودي بالرايت سايد ممكن من الميد او ذا ماندبل للريمس لحد الكوندايرال هاي كل هالمنطقه يشيلوها يسوي لها ريسكشن يعني حالها بالتريتمنت حال المالجنت تيومر مثل ما عندي اوستيوساركوما مثل عندي عويد ساركوما بالمنطقه هذه كلها تنشال فنفس الشيء هنا ايضا راح اسوي ريسكشن للبون على مود اقدر اتخلص من عندها حتى ما يصير بعدين عندي شنو؟ ريكرنسي لان بيها هاي ريت اوف ريكرنسي نكست سلايد اميلوبلاستوما اذا تلاحظون هذه البكتشر هنا على الليفت سايد هذه body of the mandible, angle and ramus. شوف الهونيكوب appearance اللي هي الاميلوبلاستيكي. الاميلوبلاستوما هذه كلها involved في هذه المنطقة. سويت لي resorption هنا في الروت اوف ذا تيث واكو عندي هنا كانه انفكتد تيث ايضا. هنا التريتمنت مالتها صاير شنو؟ complete resection for this piece of bone. كلها هنا resected في هذه المنطقة قاصين البون كلها هذا. فاذا it is aggressive وبالتالي التريتمنت مالتها very invasive treatment. هذا هنا CT scan picture for ameloblastoma, very large mass, well defined radiolucency with corticated margin, involved هنا ال right side بالنسبة لكم. Next slide. Picture for ameloblastoma, involved the body, involved the middle region of the mandible. شوف هنا the chin of the patient, very enlarged by aggressive tumor. Even it is benign, here the this is massive honeycomb appearance in the body of the mandible, mostly in the angle. This is patient is edentulous patient, and you see impacted lower 8 horizontally impacted. And this is ameloblastoma. Next slide. The histopathological type for ameloblastoma, you have C, which is the follicular pattern. High bores. You can see this follicle with lining columnar cell with reverse polarity or polarization. يعني كل الادنتوجينيك تيومر تقريبا اللي راح ناخذها والموستلي يعني ما تكون بالنورمال كونديشن بالسنتر او على المارجن. هنا اذا ناخذ هذا المقطع اللي وهو اميلوبلاستوما انه اشوف هذه الريفيرس بولاريتي. إذا ما أشوف الريفيرس بولاريتي، it is not ameloblastoma. لازم أشوف هذا الريفيرس بولاريتي، لازم أشوف هذا التنافر اللي موجود عندي بالنيوكلاس كلها، لازم النيوكلاس مالتها away from the center. بعد أشوف لازم الستيلت لايت ريتيكولوم سيلز اللي موجودة هنا أو ساتلايت يسموها سيلز أو ستيلت ريتيكولوم سيلز. هذا الفوليكولار باتيرن. بعد الباك جراوند اللي موجودة بها هاي الفوليكول كلها هي ميزينكايمال باك جراوند. يعني شنو ميزينكايمال؟ كونكتيف تشو. زين فاذا اشوف هذه الفوليكولز اللي موجوده عندي اللايننج مالتي اميلوبلاست لايك كولومنر وذ ريفيرس بولاريتي والسنتر اللومن مالتي هو ستيلات لايك ريتيكولوم سيل الباك جراوند كلها ميزينكايمال. هذا هو الهيستوباتي. شوف اذر باتيرن عندنا هو يسموه بلكسيفون باتيرن. شنو معنى بلكسيفون؟ معناته تشابك مو؟ فبالنسبة it is flexiform there is an anastomosing cord of the adentogenic epithelium. هنا ما عندي هذا الفوليكولار باتير عندي anastomosing من هذه الادنتوجينيك epithelium بس نفس الشيء هذه الادنتوجينيك epithelium من متكونه؟ من؟ من the same type of cells اللي هي الاميلوبلاست لايك with reverse polarity. اذا تلاحظون الدنين كورد نفس الشيء شوف انه الداركنس والهايبروكروماتيزم كانه صاير وذ ريفيرس بولاريتي هو السائد على كل تايب اوف ابيثيليا اضافه الى انه اشوف هذه الستيلت رايت ريتيكولوم سيلز اللي موجوده بالكافيتيشن كانه لكن هنا عندي انستموجين كورد سو ات از كوب لكسيفورم باتير. نكست سلايد. اذر تايب اور اذر باتير هو يسموه الجلانيولا سيل فيريانت.
من اسمه الفيزيكرانيولار. So نفس الفوليكول اللي كان عندي بالفوليكولار باكر but the central cell اللي هي الستيلت like reticular cell show extensive and prominent granular cytoplasm. نشوف انه هذه الستيلت او الستيلت سيلز كلها صاير بيها صاير deposition of granular material واللي هي isonophilic like material within the cytoplasm. فمن أقول أنه أني أشوف هذه الجرانيلر إزينوفيليك ماتيريوم التسمية صارت It is a granular cell variant of amyloblastoma. Next slide. Another type or another variant يسمونه الأكانتوميتاس تايب of amyloblastoma. هنا الأيلاند of amyloblastoma demonstrated central sequelous differentiation. يعني شنو؟ نفس الفوليكول اللي كانت عندي اللي هي لايك مالتي بها amyloblast like cells اللي هي بها reverse polarity. شوف هذه هسه هنا العقدرة في كلها بها reverse polarity بس سنسير اللي هي مني sequelous اللي موجودة بالcenter of the follicle. So it is called acanthomatous type or الخلايا اللي موجودة بالcenter تحولت إلى sequelous type with keratin اللي هو ال end product مالتها. بعد عندي يسموه desmoblastic variant. هنا thin coat of amyloblastic epithelium or amyloblast epithelium with a dense fibrous connective tissue stroma. This variant شنو اللي واضح به هذا؟ هنا ما عندي هذه ال stellate like reticular cell, just odontogenic epithelium with thin coat. يعني هذه epithelium follicles تحولت إلى thin coat of epithelium والmost common background هي fibrous stroma. فهاي يسموها ديسموبليجيا. الديسموبليجيا معناتها عندي ميزينكايما كلش عالية و just small pieces or part of odontogenic. ال N variant هو يسموه basal cell variant which is island of hyperchromatic basaloid cell with peripheral polycythic. احنا اللي يصير عندي هذا ال variant انه الاميلوبلاستوما كلها تتحول الى شنو؟ basal cell. يعني يصير كأنه basal cell carcinoma بال oral cavity. هنا جدا يعني very difficult انه انت تميز اذا كان عندك basal cell carcinoma عن الاميلوبلاستوما اذا كانت basal cell variant. انه هاي هنا مو بسهولة تقدر تميز بينات. اذا basal cell carcinoma يعني معناتها المريض راح يشيلوا له التيومر ويدزوه عليه من على adjuvant treatment كيموثيرابي او راديوثيرابي. بس اذا قلت هذه amyloblastoma just enucleation just excision هنا صح التريتمنت راح يكون the same هو invasive resection بس ما يحتاج المريض هنا في حالة شنو ما يحتاج كيمو او radiotherapy وبالتالي يعني it is very critical هنا هذا الفاريانت. فهنا difficult انه تميز هذا الفاريانت عن الاخر لان هو من اسمه basal cell variant يعني بالضبط يشبه basal cell carcinoma. شلون اقدر اميزه؟ اميزه البريفرال بالسيتيك هاي وحده الكولومينر سيل اشوف لازم هذا البريفرال بالسيتيك هذا ما اشوفه بالبيزال سيل كارسينوما وبعد اشوف الستيلت لايك ريتيكولار سيل اللي موجوده بالميزنكايم هنا هذه الخلايا اللي يكون ساتلايت او ستيلت لايك سيل اذا تشوفوها بالتجاويف او بالفراغات هذه هي كلها ستيلت سيل اللي موجوده بالميزنكايم هذا اللي هنا اللي فرق لي هذا النوع من اول شيء هذه هنا اميلوبلاستوما. شوف هنا involved the body of the mandible completely resected هنا المandible كله جهة ال right side كله هنا صار بي resection for this patient. So there is a resection for the mandible that involved with radiation energy. من اسمه it is unicystic. So we have a cystic cavity lined by amyloblast type epithelium. لازم اكو reverse هنا بالpolarity. وهذه هاي شوف هذه الريفيرس بولارتي ذات باعون على هاي لاين بالضبط. شوف البيزل لاير كانه هنا نيوكلاس كارد اللي فوق مو بلاش ديري جو على هذه كله من نفسها ادنا على السنتر شويه صح هي نفسها اللاين. شوف هسه هنا هذه الخلايا كلها تنبع انه اللاين بعيده يعني النيوكلاس بعيده عن البيز مالتي كلها قاعده دي فوق. So this is reverse polarization. It is unicystic. There is a projection of the lining. So we have overlying epithelial cells, loosely cohesive and resemble still
رايت ريتيكولوم، يعني نفس الفوليكيولا اللي شفناه بالضبط، لكن هنا عندنا صار الاختلاف شنو؟ يوني سيستيك سيست واحد، وهذا صاير في بروجكشن سيست، يعني هذا نفس السيست ليجن اللي هو كان لايننج مالتي ابيثيليا اميلو بريفرال تايب امينو بلاستوما بريفرال جاينت سيل ممتاز جرانيوما او بايوجينيك جرانيوما. فإذا كان انه يكون بناي سوفت تشو التيومر از انتر كونكتد كورت اوف اميلو بلاستيك ابيثيليا فول دي لامينو بوبيريا. هنا اللامينو بوبيريا كلها فول وشنو؟ اميلو بلاست لايك ابيثيليا. شوف هنا اذا تباوع بس الجزء العلوي هنشوف هنا سيكوانس ابيثيليا مو لايك فايبروما يعني جرانيوما ذير از هايبر بلاستيك ابيثيليا، بس من انزل جوا على الكونكتيف تشو هاي المنطقه كلها تشوف ذير از ملتيبل انستموزنج كورد اوف الاوتوجينيك ابيثيليا، فبالتالي ات از بريفرال اميلو بلاستوما. فاني استغرب من اشوف في شيء بيكشر ليش؟ لانه اني دا اباع على سوفت تشو تيومر سوفت تشو ليجن سكوامس ابيثيليا، لكن اللامينا بروبريا مالتي كلها عباره عن ادوتوجينيك ابيثيليا، فاذا ما اقدر اقول غير انه اتس اميلو بلاستوما بس اتس اكسترا اوسيس within the soft tissue. Treatment. Other type of adenogenic tumor is called the adenoameloblastoma. This is an uncommon type, non-aggressive. It is like the adenogenic cyst. This adenomatoid associated mostly with infected canine. يعني إذا شفت infected canine في يوم من الأيام على OVG وشفت وياه هذه البيكتشر الراديو ليسنسي و sometime وياها راديو اوباسيتي due to classification، وحده ممكن ان الديفرنشال دايجنوسيس اللي تعطيها هي الادينو ماتويد ادونتوجينيك تيومر. نجي حتى نعرف التسميه مالته من اجتي من نقول ادينو ماتويد. ممتاز. الادينو ماتويد شنو معناته؟ اتس ادينويد، ومعنى الادينويد اتس جلاند لايك. ف من راح نجي ناخذ الهيستوباثولوجي راح اشوف جلاند او دكت لايك ستراكشر، ولهذا سميناه بالادينو ماتويد. فشوف التسميه جدا مهم انه انت تعرف من اجتي حتى يعني ما تصير عليك الكرايه والحفظ صعب، لانه مو يعني ممكن كلمتين او ثلاثه انه يفسر لك معنى الديزيز او التيومر. نكست سلايد. هذا الادينوماتويد اوتوجينيك تيومر اسوشيتد وذ امباكت كناين. شوف البوتنك اسري هنا هذا هنا شوف شلون امباكتد، وهذا باقي عندنا الامباكتد وين صاير. تشوفون الامباكتد وين صاير؟ يا منطقه بالضبط بالساينس. ممتاز ممتاز طبعا. هذا صاعد هنا على الساينس والديسيديوس باقي عندي هنا جوا. زين فشوف هنا ريتير ديسيديو اسكيت كل امباكت باقي فوق. نكست سلايد. طبعا اللي يتبدي غير هو تيومر ما نقدر نقول عنه كمان موست اوف يونج بيشنت مور ذان يعني يونجر ذان 20. نكست. وقلت لكم انه ات از موستلي ان ذا انتيريور ماكزيلا. ايضا ات سراوندد ذا اروتيد توث موست كومنلي ذا كناين. Usually well defined, well corticated, and some tumor are totally radiolucent or evidence of internal calcification. يعني هو كله يكون radiolucent. فحال حال any cystic lesion, sometimes تقدر تشوف small radio opacity. هذه معناته اكو calcification within this tumor. Adenomatoid, adenogenic tumor. شوف هنا عندنا هذه من اسمه كلهم وياها اكو eosinophilic material قد راح تلاحظون هذه الماتيريال اللي هي amyloid. وسمتايم ماكو هذه الماتيريال الامايلويد، بس اللي يميز هذا التايب اوف تيومر عن الهيستوباثولوجي هي هذه الدكت لايك ستراكشر. هذا الريفرس بولاريتي ايش يقول عنه؟ اميلوبلاستوما. وبالتالي من يقول اميلوبلاستوما لازم شو يسوون؟ انسجين مال سكشن المكسيلا او المندبل. من يقدر يقول لي شنو اللي ممكن يميزه؟ قبل الروزيت يعني اسهل منه. ممكن نلقى الاستلات قلنا ممكن يكون بالسنتر هنا استلات لايك سيلز.
الماتيريال قبل الهيستوباثولوجي الكناين ممتاز يعني ستوم بس ما يعرف انه مثلا احنا نعرف كديفست الاميلوبلاستوما رير بالمكسيلا ومال انه هي الباكتيف وكناين لا اي سبيسيفيك فور ذس تايب اوف تيومر اصلا هو حتى ما يدرس يمكن ما يقرا او ما قاري عنه او ما يعرفه يعرف بس اميلوبلاستوما ريفرس بولاريتي راسا اميلوبلاستوما لكن اذا يجي يقراها مثلا الديفست يضحك عليها ما ممكن هاي اول شيء associated with the impacted canine, the size monitor is in there, rare. فإذا ممكن إنه من الكلينيكال والهيستوري هو يقدر يعني يستبعد الأميلوبلاستوما. التريتمنت مالته كنا حالها حال any cystic lesion just in of tumor يسموه البيج بورد تيومر. هذا rare. Neoplasm of tooth طبعا هو benign, usually indomitable. Small lesion may be radiolucent with advanced size. There is classification with radiolucency. من اسمه من أقرأ عنه قبل ما أني أجي يعني أقرأ عنه أشوف الاسم مالته it is classified epithelial. يعني راح أشوف classification بالموضوع راح أشوف عندي epithelial type of cells. Next. طبعا هو associated with induction. ايضا فبالتالي الديفرنشال دايجنوستس ممكن شنو؟ ادونتوجينيك سيست، دنتيجنال سيست ممتاز. نكست سلايد. اللي واضح بالصوره هو شغلتين. اول شيء هذه الامايلويد دايك ماتيريال البروتينيشيس ماتيريال هذه التجاويف اللي مليانه هاي الفنت كلر ماتيريال والتايب اوف سيل صحيح it is odontogenic but شنو it is very large بعد more eosinophilic with prominent nucleus and there is bridging يعني الخلايا اذا تحسوها متصلة مو واحدة للثانية ما متفردة ما متوزعة مطشرة على طول السلايد وانما there is a bridging of cell next slide another picture for calcified tumor هنا significant اللي واضح عندي شنو مو الاميلويد عندي الكالسيفيكيشن هذه الماتيريال اللي تشوفوها الكلر مالتها ماي البنفسجي هذه هي كالسيفايد ماتيريال تايب اوف سيلز اللي هنا موجوده مور بروميننت تايب اوف سيل تشوف هايبر كروماتيك سيلز ممكن حتى هنا مس بالدايجنوسيس انه انت مالجنت سيل او اتيبيكال سيل لان قلنا انه الفيتشر مالت المالجنسي هي واحدة من عندها الهايبر كروماتيزم وايضا البريو مورفيزم لكن it is not malignant cell just it is polyhedral cuboidal cell with hyper chromatic or hyper chromatism with amyloid or amorphous it is sequamous adontogenic tumor فالadontogenic cell show sequamous differentiation يعني عبالك جاي تباور على sequamous cell carcinoma اقعد بينا sequamous cell وايضا عندي كيراتين برودكشن وايضا عندي الفايبروس سيندروما اللي هي الميزنكايمه اللي مكونتني التيومر وطبعا ممكن انه نشوف مالتي سيستيك بالتيومر ممكن يكون سولت فيري سولت وبالتالي جاست ذير از بول اوف سيكوماس سيل الادنتوما اللي هي ميكس ادنتوجينيك تيومر سم تايم ات از كولد هامارتوما يسموها هامارتوما يعني شنو؟ بلجي مكان نازل ما موجود به هذا التيومر. It is characterized by production of mature enamel, dentin, cementum and bone tissue. تلقى collection مال material مال tooth. Tooth many كون عندي؟ مو؟ enamel ودنتين وسمنتم. تلقى enamel وتلقى دنتين. هو مو tooth مالتي؟ أعرف أنا إذا سنترال إذا لاترال لكن هذا الشيء مالته just there is collection of tooth-like structure sometimes mass of dentin الكمباوند أنسى اللي حشينا عنها إنه أنا أشوف small teeth كأنهم بينما إذا كانت complex type هذه small teeth ما واضحة كأنهم teeth أشوف just part of material يعني calcified material أقدر أعبر عنها بس هي مو bone
هي انو او هي اذا تلاحظ انه كل الباك جراوند هذا الستايل شنو الزيكاما باك جراوند اللي هي يسموها ريزامبل ذا بريميتيف دنتال بابيلي